أربع حالات وفاة وعشرات الإصابات بحمى الحصبة في مديرية بيحان محافظة شبوة التي سجلت رسميا، فيما لا يزال الوباء يتفشى بشكل واسع ومخيف في أوساط أطفال المديرية. مواطنون أكدوا أن هذا الوباء وأيضا حميات تفتك بسكان المديرية منذ أكثر من شهر في ظل غياب أدنى الإجراءات والتدابير الصحية الملموسة لمحاصرة هذه الأوبية القاتلة. بالحقيقة بيحان تعاني من انتشار مرض حمى الظنك والحصبة، وعندنا عدد وفيات حوالي 3 بسبب الحصبة، وذلك بسبب انتشار البعوض. ونحن نطالب المسؤولين والجهات المسؤولة يعني بعمل الرش الضبابي لمكافحة هذه الأمراض، ونتمنى من الجهات المسؤولة أنها تنظر بعين الاعتبار وتوجيه حملات للرش لمكافحة هذا المرض الحصبة وحمى الظنك. تنزلت حشرات لأول مرة ريحتها كريهة، وهذه اللي تقوم بالانتشار الحصبة والأمراض، فعلى الجهات المختصة أن يقوموا برش مكان السيول والمستنقعات من شان اكتفاء هذا المرض وقبل انتشاره. ونطالب كل جهة معنية بأن يقوموا بتكاتف بحيث أن المرض ما ينتشر لأطفالنا ولأطفالهم وجميع المحافظات سواء مديرية بيحان أو غير مديرية بيحان. ويستقبل مستشفى الدفاع الحكومي في مدينة العليا عشرات الأطفال المصابين بوباء الحصبة، حيث يعزو القائمون على إدارة التحصين والترصد الوبائي بمكتب الصحة في بيحان أسباب انتشار حمى الحصبة إلى رفض الأهالي أو تجاعسهم للقيام بتحصين أطفالهم نتيجة ضعف الوعي، بالإضافة إلى استثناء مديريات بيحان من حملات التطعيم ضد المرض العام قبل الماضي. نحن في مكتب الصحة نستقبل عدد حالات الحصبة في اليوم أكثر من 8 إلى 10 حالات يوميا، ولكن مشكلتنا في التقييد، بحيث بعض الحالات التي تدخل إلى المستشفى يتم تقييدها ونبلغ بها نرفع بها إلى المحافظة بشكل يومي، ولكنها في الآونة الأخيرة بدأت تزداد انتشار حالات الحصبة، وذلك عائدا بسبب رفض الأهالي أو تقاعسهم وإهمالهم في الإقبال على التحصين إلى مراكز التحصين لحيث وهو يتوفر لقاح الحصبة. ولكن المشكلة في التوعية من الأهالي، لا يستجيبوا للتردد بأبنائهم إلى المراكز الصحية، هذا السبب الرئيسي. والحيث قد استقبلنا 4 حالات وفيات في خلال هذا الشهرين، و84 حالة اللي مقيدة وتم رفعها إلى المحافظة بسجلات وبعينات، ولكن أغلب الحالات إنها تجي على العيادات الخاصة أو المستوصفات ولا يتم تقييدها ولا إبلاغنا بها، وهذا السبب الرئيسي لحيث الحالات كثيرة أكثر من 200 حالة، ولكن اللي مقيدة 84 حالة إلى الآن. مطالبنا إنها إما أنهم تكون هناك خطة للتوعية والتثقيف للأهالي، وإما أنهم يبادروا بحملة طارئة للحصبة، لحيث وهم قد تم استثناء مديرية بيحان في 2021 من حملات الحصبة التي تم للمديريات الأخرى إلا مديرية بيحان، وهذا بسبب التراكم والتخلف الأهالي من التطعيم ما يطعموا أطفالهم، مما سبب لنا الآن مشكلة بانتشار الحصبة. يأتي انتشار حمى الحصبة في بيحان في ظل إمكانيات شحيحة لدى الجهات الصحية التي باتت عاجزة عن محاصرة الوباء، ما لم تسارع وزارة الصحة والسكان والمنظمات المعنية إلى التدخل العاجل لإنقاذ أطفال المديرية من شبح هذا الداء القاتل. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.